ضمن مسيرة التنمية الشاملة تخطو الجزائر بقوة نحو تطوير مجال النقل بالسكك الحديدية من خلال مضاعفة شبكة الخطوط السككية وتحديثها وازدواجيتها وكهربتها، وكذا تجهيزها بأحدث أنظمة الإشارة والاتصالات وبناء محطات عصرية للمسافرين والبضائع. وكخطة استراتيجية تسهر الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية على تنفيذ مخطط وطني يهدف إلى ربط جميع مناطق الجزائر بشبكة حديدية يصل مداها إلى 6500 كيلومتر عند الانتهاء من المشاريع التي هي قيد الإنجاز. وضمن هذا المخطط يبرز الخط الجديد للهضاب العليا على طول 1162 كيلومتر، ويعبر معظم ولاية الهضاب العليا لاعتباره همزة وصل بين الشرق والغرب من خلال فك العزلة عن المناطق النائية. الشطر الأول منه مستغل ويمتد شرقا من تبسة إلى ولاية المسيلة بطول 412 كيلومتر، وغربا من السعيدة إلى سيدي بالعباس على طول 120 كيلومتر. في حين شهد الشطر الممتد من المسيلة إلى تسمسيلت مرورا ببوغزول مسافة 290 كيلومتر تجارب تقنية ناجحة لسير القطار. خط السكة الحديدية المسيلة بوغزول 151 كيلومتر وبوغزول تسمسيلت 139 كيلومتر الذي أنجزته خبرات وسواعد جزائرية تطلب إنجاز عدة منشآت فنية على غرار 7 محطات لنقل المسافرين ومحطتين لنقل المسافرين والبضائع ببوغزول وتسمسيلت، بالإضافة إلى 38 جسرا للسكة الحديدية و83 معبر لمرور السيارات، كما سيجهز الخط بأحدث أنظمة الإشارة والاتصالات. مع دخول هذا الشطر من السكة الحديدية الجديد المسيلة بوغزول تسمسيلت حيز الخدمة سيسمح بتقليص مدة السفر وربط مدن الهضاب العليا بالمناطق الشمالية للوطن ومختلف الموانئ والمناطق الصناعية، ويساهم في فك العزلة، كما سيعمل على خلق ديناميكية كبيرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.